بصوا بقى، يوم الثلاث الماضي كان 14 فبراير، كان يوم الفالنتاين عيد الحب، واحنا قلنا يومها ان احنا هنحتفل بعيد الحب بطريقه مختلفه. هنتكلم في حب عمل الخير، وهنتكلم في حب ان احنا نحب بعض وحب الوطن وحاجات تانية كتير قوي. واحنا في فقرتنا مع اجمل شباب في مصر، شباب مبادره ايدي بتتكلم، واعضاء كورال تحيا مصر بالاشاره بلغه الاشاره من الصم وضعاف السمع، جالنا اتصال، هتجالنا اتصالين، جالنا مجموعه كبيره من الاتصالات، بس منهم اتنين اتصال كان على الهوا معانا، واتصال كان اوف اير او يعني بره الهوا زمايلي اخدوه. اول اتصال على الهوا كانت من مواطنه كريمه اسمها صحر، اللي هي معانا دلوقتي على الهوا، اللي بقول لها يا اهلا وسهلا بيكي مدام صحر. مدام صحر كلمتنا على الهوا يومها، كانت بتحكي بكل فخر وبكل حب وبكل شجن عن جمال وحلاوه تربيه بنتها ريم اللي منورانا دلوقتي، ريم عماد حمدي، يا اهلا وسهلا بيكي. اهلا. وريم من ضعاف السمع ايضا، يا اهلا بيكي يا ريم. اهلا. انتوا منوريننا. الله يخليك. ويومها انا قلت على الهوا ووجهت دعوه لمدام صحر ان هي وريم يكونوا ضيوفنا، واتفقنا على النهارده ونورتونا. بره الهوا بقى جال زمايلي اتصال اخر من مواطنه كريمه، كانت بتتكلم مش لاولادها وانما لاولاد اختها، تحديدا لابن اختها، وكانت بتحكي نفس القصة قد إيه أختها، مع إنه ربنا سبحانه وتعالى إداها الولد اللي ممكن يكون عنده ضعف في السمع وده ممكن يسبب إعاقة ومشاكل كثيرة، لكن بكل إصرار وبكل حب واحترام لرغبة الله سبحانه وتعالى ربت ابنها اللي هي النهاردة واقفة جنبه متشرفة بيه وفخورة بيه بأحمد. يا أهلا وسهلا بيك يا أحمد، ووالدتك مدام طبعا أحمد حمدي إبراهيم، يا أهلا وسهلا بيك، ووالدتك مدام فدوى عباس جدالله، يا أهلا بيك يا مدام فدوى. أنتوا منورينا النهاردة. أنا حبدأ من عندك يا مدام صحر. تفضلي. إيه اللي خلاكي تكلمينا على الهوا يومها وتحكي قصتك مع ريم؟ أبكيتينا على الهوا كلنا على فكرة. أنا يوميها كنت بفتح التلفزيون، فكنت طبعا عندي فكرة عن ندوة تثقيفية الـ 24، جابوا الفريق. طبعا أنا لما شفته بقيت سعيدة بيهم سعادة يعني لا توصف. حتى كنت قاعدة قدامهم فخورة بيهم جدا، وهو بيقولوا نشيد تحيا مصر بلغة الإشارة. لغة الإشارة. طبعا والترجمة شغالة في التلفزيون. أنا بقيت سعيدة جدا طول ما بيزعوه، أنا بقيت سعيدة جدا. لما شفت حضرتك بتتكلمي ومعاكي اتنين منهم يوميها، ثلاثة من أعضاء الكورال، وكانت قاعدة مكاني كده، قمر كانت قاعده هنا مكان ريم، مكانك انت مادونا هاجر، دي مادونا بقى. دي قمر بقى. دي اللي خلتني قعدت واتفرجت بقى على حضرتك وعليها. شيء رائع. شيء رائع. فكرتني بريم على طول. ريم لما بعمل معاها حاجه زي كده بسعيدها جدا. كان يوميها بقى عيد الحب، فقلت دي تبقى اجمل حاجه ابعتها لريم في اليوم ده. وقد كان يا حبيبتي. ريم نزلت تدريب تعداد السكان، نجحت فيه بدرجات كويسه جدا، وقالت هنزل يا ماما في تعداد السكان اللي هو الجديد ده. فقلت لها انزلي. طبعا مع ان بينزلوا يلفوا على الاماكن والبيوت، حتى يعني قالوا لي مجهود بدني. كمان ايوه، حتى قالوا لي انت ازاي تعرضيها لموقف زي ده. قلت لهم بالعكس، تاخد خبره وتبقى عندها فكره انها مع الناس كلها، وتبقى انسانه كويسه يعني تحس بوجودها وتاخد خبره مع البشر كلهم. وقد كان. قدمت، نجحت، وخدت تدريب اسبوع كامل في مدرسه السادات الثانويه عندنا في دياره، وما شاء الله عليها جايبه درجات كويسه في التدريب، وجالها فعلا القبول انها تنزل يا حبيبتي. فطبعا باباها كان خايف عليها خوف غير طبيعي. هتنزل؟ قلت له تنزل. تنزلي يا ريم. التحدي ده جبتيه منين يا مدام صحر؟ اي حد ابنه عنده اعاقه ونعمه بالله. ثقه من الله. طب اقدر اقول ايه بقى بعد كده؟ اقدر اقول ايه بعد كده؟ ثقه بالله. ثقه بالله. اقدر اقول ايه غير بعد كده؟ الحمد لله. انا ما كنتش لوحدي مع ريم، انا كان معايا عمامها والحريم بتوع عمامها وجدها حمدي الله يرحمه، وكان جدها عبد الرؤوف وجدتها كلهم، كل العيلة ابو سند. في 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 ام ممكن لما تلاقي ابنها او بنتها عنده اعاقه او عنده توحد او عنده ضعف سمع او ما بيتكلمش كويس او تتكسف منه وتداريه. بيحصل.
انا خلي الجزء الثاني كمان هكمل كلامي. الجزء الثاني انا ليا صاحبه كانت مدرسه ريم في الاعداديه، جالها بنتها عندها ضعف سمع، عرفت بعد كده ريم اللي قالت لي استخيلي يا ماما ميس فلانه مخبيه بنتها تماما. انا اتصلت عليها قلت لها انت مش شايفه ريم انا عملت معاها ايه؟ لا بيعايروني بيقولوا لي مش عارفه ايه بيقولوا لي ايه. قلت لها لا يمكن، شايفه ريم انت شفت ريم وعرفت ريم كانت بتحب ريم جدا. قلت لها طالما بتحب ريم بنتك هتبقى احسن من ريم. الله عليكي. طب احنا عايزين نتكلم مع ريم بقى. اتفضل. مع ريم الجميله القمر بقى. الله. انت عندك كام سنه؟ 25. 25 وانت متجوزه صحيح؟ اه. ايه يا ريم انت صغيره قوي على الجواز يا ريم. ايه يا ريم؟ متجوزه من شهر 7. من شهر 7 اللي فات؟ عروسه جديده يعني؟ عروسه جديده. ربنا يسعدك يا رب. الله يخليك. دلوقتي بتعملي ايه بقى في حياتك؟ بتشتغل بتدرب. بتشتغلي؟ وبدرب. وبتدربي. بتشتغلي ايه؟ بتعمل في التعداد التكاني يعني انا لما اكل منهم بيانات. وبعد كده لما عالتابلت كده بقى وكده. عالتابلت. اه. انت زي الشباب اللي بينزلوا بيلفوا علينا وياخدوا البيانات التعدادات السكانيه؟ عدادات السكان كله. عالتابلت. عالتابلت. اه. بيانات الاسره والحاجات اللي عدد الافراد كل حاجه يعني. حلو قوي. انت مركبه سماعه؟ مركبه سماعتين. مركبه سماعتين. طب قولي لي جوزك عنده مشكله في سمعه؟ لا. طيب. هو راضي بيا. يا حبيبتي ده انا ما سالتكيش السؤال انت اللي قلتي على طول. اه هو راضي بيا بقى. انا بحييك. جوزك اسمه ايه؟ احمد. احمد ايه؟ احمد جمال. وبعدين يعني ايه راضي بيا صح؟ اه صح معاك حق كامل والله. يعني ايه راضي بيا؟ انت زي القمر اصلا وزي الفل يعني ايه راضي بيا؟ هو بقى متضايق من العيب ان انا في عندي حاجات دي. هو متضايق. يعني ان ممكن حد يقول لك طب يعني بس سمعها كذا. لا انا سالته قبل ما يخطبني. سالتيه قبل ما يخطبك؟ قال لك ايه؟ قال لي لا انا عادي يعني انا متضايق في اي حاجه ان انت فيك عيب. انت زي القمر. الله يخليك. والله العظيم. الله يخليك. عايزه تقولي ايه لكل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي سواء اللي عندهم سماعهم ضعيف؟ انا كنت عايزه اقول انا عامله حسابي عشان كده عايزه اقول لكل الناس ما تعطلوش ولادكم. ما تعطلوش ولادكم. ما تعطلوش ولادكم. يعني ايه ما تعطلوش ولادكم؟ يعني ادفعوهم. شجعوهم. زقوهم لقدام. زقوهم لقدام. اجوا وراهم. يعني انا اللي تعبانه عليا الولاد يعني الولاد كلهم متعايزين يروحوا مدارس. اللي عندهم مشاكل؟ اللي عندهم مشاكل. في السمع بالذات؟ خايفين من كلام الناس. يقعدوا يتريقوا عليهم وكده. انا ياما تبت المر ده ياما تبت الحاجات دي. كنت بتعملي ايه يا ريم؟ بتروحي تعيطي لماما؟ كنت بغيرها كده بقى. كنت بتعملي ايه مدام سحر؟ تاخديها في حضنك؟ كنت اخدها في حضني واقول لها بصي يا ريم انت بتحبي فلانه وبتحبي ميس فلانه ما بتحبيش فلان وما بتحبيش ميس فلان. هما بقى كمان برضو زيك ممكن يحبوا ريم ممكن ما يحبوش ريم. لازم يكون في تعادل في الافكار. كان الدكاتره اللي اروح لهم بريم يقولوا لي انت فعلا شلت منها عملت لها تعادل نفسي انها تبقى نفسيتها. كان كله يحذرني في مرحله المراهقه دي من الاكتئاب لانهم كانوا زملاتها كانوا يروحوا لها الفصل مخصوص ويقولوا لها انت عندك ايه النهارده يا ريم يقولوا لها انكليزي انجليزي بيتريقوا عليها يعني بيتريقوا عليها لدرجه ان انا وقفت ورحت لميس في ثالثه ثانوي برضو قالت لي استدعتني قالت لي لما ريم بقى جات لي منهاره في يوم وقالت لي ماما انا مش رايحه خالص المدرسه مش رايحه خالص. فقلت لها ليه يا ريم؟ قالت لي ميس فلانه قالت لي انت مامتك جايباكي هنا ليه؟ ما تروحي لبتوع الاعاقه ولا روحي في الشارع ولا روحي في اي مكان. قلت لها المدرسه دي يا ريم هي اللي معاقه مش انت دي اللي محتاجه تتعالج انت اللي احسن منها مش انت. فخدتها بقى بالراحه كده واحده واحده وديتها تاني المدرسه. مدام فدوى عندك قصه مع ابنك الجميل العريس اللي بنقول لك الف مبروك. امبارح كانت خطوبه احمد. احنا ما شاء الله وشنا حلو ما هي قمر برضو باذن الله والبشمهندس احمد فرحهم كمان كم شهر باذن الله. احنا الحمد لله وشنا حلو عني. طبعا الف مبروك. الله يبارك. خطوبتك كانت امبارح. الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ 28. 28 بتشتغل؟ ايه؟ فتحت المشروع بتاعي. فتحت مشروع بتاعك. بلاي ستيشن. الله. طب قول لي انت خطيبتك سمعها في مشكله؟ سليمة. ما عندهاش مشكله في السمع. هي عايزه احمد بس.
عايزه احمد وبس. يا رب يسعدكم. ودي صوره الخطوبه صح كده؟ بص كده على الشاشه. طب نسقف لك بقى. يا رب يسعدكم ويهنيكم. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسراء. 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 يا اسراء يا احلى عروسه، الف الف مبروك، ربنا يتمم لكم على خير يا رب. يا رب. ربنا يخليك. مدام فدوى، عندك قصص مع 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 احمد وتعبتي برضو معاه؟ اه انا عندي احمد وندى. وندى. اه والاثنين من ضعف السمع. ايوه ايوه. انا قعدت برضو اول ما عرفت طبعا بتبقى مش عارفه اتصرف ازاي او هعمل ايه معاهم، بس انا مع نفسي بصيت لهم انا لقيتهم كاملين زي اي اطفال، بقيت اعلمهم لان سبحان الله بيبقى الذكاء عندهم عادي. لو ربنا خد حاجه ربنا عادل هيديكي حاجه تانية اقوى. الذكاء عندهم كان عالي، فبدينا وانا احمد برضو كان في مدرسه عاديه ولا مدرسين، يعني اللي بيجيبوا مدرسين ما كانش في مدرسين ولا تخاطب ولا اي حاجه، وكنت انا اللي بذاكر له وانا اللي بديله، وقبل ما اديله الاجابه اديله السؤال، لان السؤال لو اتغير وهو عارف الاجابه مش هيعرف يجاوب، لان عندنا ما فيش حد بيساعد يعني في التعليم ما فيش. يعني او مثلا حاله خاصه ان هو يبقى يعني مدرسته تبقى في مدارس معموله ليهم، ما فيش، فكان لازم ادخله مدرسه عاديه واكمل معاه عادي. وبنكافح انا وهو. اصعب حاجه كانت ايه في رحله حياتك؟ يا رب تبقى رحله مليون سنه. يا رب صحه وهنا ويبارك لك في احمد وندى يا رب. اصعب حاجه عندك لما تلاقي الطفل هيقع او هيعمل حاجه وتندهي عليه عشان تلحقيه، ما بتلحقيه، ولازم انت اللي تجري تلحقيه. لازم انت اللي تجري تلحقيه. هيقع. اصعب حاجه لما تبقي بره ونسيتي مفتاح وتخبطي محدش هيفتح لك. احمد انت اصعب حاجه بالنسبه لك ايه؟ اصعب حاجه ايه مع الناس؟ هو النطق. النطق. عشان كل ما كلمه يضحكوا. كل ما تقول كلمه يضحكوا. يضحكوا. حتى في الفصل لما كنت بقرا في قراءه كل فصل بيضحكوا، فتعالى كملت لحد اخره. ما وقفتش وانت بتقرا في الفصل في المدرسه لما لقيت زمايلك بيضحكوا ما وقفتش؟ لا. كملت. كملت. عشان خاطر ماما هي يا حبيبتي. يعني يا حبيبتي بكلام وربنا يخليكي ليا وما يحرمش منك ابدا. ربنا يخليك ست العظيمه يعني. ربنا يخليك. عايز تقول لها ايه؟ كده هتعيطونا بقى. عايز تقول لها ايه؟ انت ست عظيمه بجد. بصي قال لك ايه؟ بيقول لك بسببك انت يعني انا كنت بقف في الفصل بكمل قرايه من غير ما اتكسف ولا اقطع كلامي لما زمايلي يضحكوا عليا. يعني هي صاحبتي وامي وكل حاجه. كل حاجه هي حياتي كلها هي. والله ما تعرفش اعيش من غيرها والله. الله الله الله. ربنا يسعدكم يا رب. ربنا يسعدكم يا رب. اوعى يكون بيعمل كده عشان عايز منك فلوس ولا حاجه، بس انت عارفه الشباب اليومين دول بتاع مصلحته قوي. لا هو طيب. هو طيب. هم طيبين جدا. عايزه هم بيبقوا. انا اقول ربنا يخليك ليا وافرح بيه واشوف ولاده يا رب. يا رب يا رب. وربهم زي ما ربيتهم، زي ما ربيت احمد وندى يا رب. يا رب. الحمد لله. الحمد لله. انا معايا اتصال جاي لي من الامارات. والاتصال ده الحقيقه مش ليا انا، اتصال جاي للاستاذه الجميله ريم. اكيد. اتفضلي يا استاذه. قولي الو. الاتصال جاي ليكي بقى مش ليا، مش هنبقى عوازل هنا بقى في القعده. اتفضلي. قولي الو. 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 ايوه احمد. ريم ازيك حبيبتي؟ اهلا وسهلا يا شباب. احمد جوزها. وعليك. عامله ايه؟ منوره التلفزيون. الله يخليك. معانا احمد جمال زوج ريم ضيفتنا الكريمه. يا اهلا يا احمد. نعلي الصوت بس يا شباب والنبي. اهلا. عايز تقول ايه ريم يا احمد؟ عاوز تقول ريم اغلى حاجه في حياتي. انت اغلى حاجه في حياته. الله يخليك. ربنا يخليك. الله يخليك يا حبيبي. انا ليه حاسه انهم مخطوبين يعني؟ ما دي انا كسفت لك يا ريفي. كسفتينا حبيبتي. احمد يا ايه اكتر حاجه بجد، ايه اكتر حاجه حلوه في ريم؟ رقتها. رقتها. طيبه جدا وحنينه جدا. طيبه جدا وحنينه جدا وواضح وجدعه.
بمية راجل. طيب أم أنا بشكرك يا أحمد، وبشكرك جداً أنك متصل مخصوص من الإمارات عشان تقول لريم الكلام الحلو ده. ربنا يا رب يخليكوا لبعض ويكبر بخاطركوا. أنتوا نورتونا النهاردة الحقيقة وأسعدتونا. قصص ونماذج يعني حقيقي زي ما دايماً بقول، لو مش دي النماذج اللي حنقدمها مال إيه؟ يعني لو بإيدي أنا أدي الأم جائزة الأم المثالية لمدام صحر والمدام فدوى، وانا واثقه ان لو دورنا هنلاقي يمكن عشرات ومئات والاف النماذج اللي زي كده. لكن يمكن اكبر جايزه هي جايزه بوسه ريم على جبين والدتها اللي كلها حب، وربنا يخليكم لبعض يا رب، والبوسه الجميله اللي احمد اداها لوالدته. دي قصص حلوه قوي، قصص بتقول لنا لازم نطلع لقدام مهما كان عندنا مشاكل وتحديات. دي قصص لناس ربنا اداهم ابتلاء، بس اداهم كمان الصبر والرضا على هذا البلاء والعزيمة والحب. ربنا نور طريقهم يا رب، ويسعدهم ويسعدنا جميعا. شكرا لكم.